my friend. I will love you till the end. And I will share with you everything I have to share. I mean my woman, my money. When you call me, I'll be there. عاوز حاجة في الكلية؟ دكاترة. عاوز حاجة في الكلية اللي جاية النهاردة بس مش بعرف. يا رب يا رب يا رب يا مولانا. دكاترة بتوع. أوحش حاجة؟ إعدادي من أول دقيقة لآخر دقيقة. ورش الإنتاج. سكشن الرسم بتاع إعدادي ورشة الإنتاج. لما كنا بنقعد كتير قوي في سكشن الرسم نيجي ما نبقاش عاملين أي حاجة في السكشن. التراب اللي بقى المحاضرات. أوحش حاجة؟ تانية ميكانيكا. تالتة مدني بلا فخر. شتات. 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 شتات وصحيان بدري. تيجي الصبح بدري تلاقي الدكتور مش موجود. الساعة 7 ونص الصبح ما تلاقيش مكان تركن فيه. أوحش حاجة الامتحانات والحمامات. حمامات. بنات. بنات اللي فاكرة نفسها حلوة. أوحش حاجة في الكلية هي كلها وحشة كلها على بعضها بدكاترها ببناتها بكل حاجة. أبو أحمد حاجة زي الكلية والله. الحاجة الوحشة في الكلية إن أنت أول ما تعدي بالكلية هتحس بكآبة وضلمة وقرف ونيلة يعني مش عايز أقول معيدين حاجة تقرف، دكاترة أقرف وأقرف. امتحانات زي الزفت، كله عارف كله بيحصل فيه إيه في الامتحانات. أوحش حاجة في الكلية؟ لا في حاجات كتير، ممكن نقول أبو أحمد أوحش حاجة، الدادة اللي في الدور الثالث هنا، ريحة حمام الجامع، ريحة معمل الكيمياء، معمل الماتيريال اللي كان في سنة أولى. 80 تليفون اللي بيجوا لي قبل النتيجة بأسبوع لما الناس بتسألني على الدرجات، أنا ما ببقاش بتبقى تقيل عليا شوية. مفيش حاجة حلوة خالص احنا في الكلية. حكم رابع سواء عربيات تباع سواء تاكسي موظف على الكابتن مضيف مذيع كان نفسي ابقى مذيع مذيع دبلوماسي غطاس موظف مرتشي تاجر سلاح صاحب محلات رز اللبن مخرج سينمائي نفسي دكتور نفسي او مخرج كان نفسي ابقى ظابط او طيار رائد فضاء ظابط كان نفسي اطلع طيار حد ظابط ايه احسن حاجه في الكليه احسن حاجه في الكليه لا صعب قوي ان احنا نتكلم على احسن حاجه في الكليه احسن حاجه في الكليه ان دي اخر سنه وان انا اشرح فيها وطول عمري في سكشن الرجال احسن في الكليه الضحك من تحت لتحت في المحاضرات ضحك في السكاشن احسن حاجه بالنسبه لي في الكليه ان انا بحس في البيت يعني بنزل اشوف بابا وماما واخواتي كانوا موجودين عادي كاني في البيت بالظبط فمش فارقه يعني عربيه الفل اللي بتجمعها واقف في الكشك عم حسن كشك عم حسن يوم الفندق فندق اكتر حاجه حلوه في دفعتنا ان احنا كلنا فعلا بنحب بعض احسن حاجه في الكليه ان احنا كلنا بنحب بعض وكلنا اصحاب وكلنا رجاله مع بعض الشباب الضايع اللي عرفتوا بعض اصحاب طلب بصراحه احسن حاجه في الكليه هم اصحابي صحبه احسن حاجه الصحاب احسن حاجه كده الصحاب اللي عملتهم يعني الصحبه كل الناس اللي حواليك تكون بتحبهم وتكون بيحبوك Think of all the great things we would do.
انا هشام قسم تخطيط، لما اتخرج هخطط مصر كلها من اول وجديد. انا شريف الوكيل، مدني مشروع ستيل، الف كتاب دليل لوكيل الستريت. انا احمد النمر، مهندس مدني تخصص خرسانه، انا الف كتاب التحليل النمري بالبراهين للزلازل والبراكين. احمد فرجاله قسم مدني مشروع صحيه، ان شاء الله اعمل كتاب تحليل الفرجالي وهندسه الصرف والمجهول. انا محمد ايهاب مهندس انشاءات مشروع ستراكشر وعايز اطلع من اول حرب. انا احمد خضره مهندس انشاءات مشروع ستيل وباخدش يوند في حساباتي. انا مصطفى نجيب مهندس مدني، لما اتخرج هبني شقه اتجوز فيها. خضر عهدي حجاج ميكانيكا سيارات مشروعي سولار كار، لما اتخرج هتوشى ستيجر. انا محمد عمرو مشروعي تكييف هكايف مصر. انا احمد هشام مشروع خرسانه وهعمل استاد معاه. انا احمد علاء مدني مشروع طرق ميسا صالح شارع مصر. انا محمد مرافق مهندس طرق، كل الشوارع في مصر شايفينها مطبات وهتبقى هاي واي ان شاء الله. محمد هاني عبد المجيد عمر مدني اشغال عامه مشروع صحيه وبحسب حساب بكابوت. انا محمود الخولي مشروع صحيه، عاوز مصر تكون اكبر بلد في شغل الصحيه يكون فيها اكبر محطه ميه وصرف في العالم. كنا صغار وكبار وما بيننا كان أسرار، خدنا الطريق على فين ومشينا كام مشوار. الماضي في عينيا وبعيش وأنا بينكم، أحلامي طفولية وبشوفها بعيونكم. راجعين وانا راجع للمع الناصية واللعب في الشارع، نضحك بحرية نفرح ولو لحظات ايامنا حنية نلضمها بالحكايات.